ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. احنا لسه مكملين في شابتر 3 الكترومغناطيك انتكشن. احنا خدنا او اتكلمنا عن اي ام اف الكتريك موتيف فورس انتيوست ان كويل، الافرج انتيوست اي ام اف ان ذا كويل اللي هو قانون فاراداي. شابتر 3 هو قانون فاراداي. شابتر 3 طالما فيه كلمه انتكشن لازم يكون في تشينج ان فلوكس، ده اللي احنا متفقين عليه ولازم نمشي بيه خطوه خطوه. دلوقتي احنا هنتكلم عن موضوع الدينامو، تمام؟ بس قبل ما اتكلم على موضوع الدينامو لازم ندرس الكتريك موتيف فورس بروديوست او انتيوست ان ستريت واير. ندرس اي ام اف انتيوست ان ستريت واير، بعد كده بنتكلم على الكويل. الكويل هنا يا شباب لما الكويل بتاع الدينامو هيبقى شكله ريكتانجل. شكله ايه؟ ريكتانجل، تمام؟ زي ما احنا شايفين الدينامو بيتكون من ماجنت وكمان كويل، وبيحصل روتيشن. روتيشن يعني حركه دورانيه مش دائريه، عشان كده فيها اوميجا. بس قبل ما نتكلم على EMF induced in the dynamo، لا لازم نتكلم على EMF induced in straight wire، عشان الدينامو عبارة عن ريكتانجل. كويل بتاع الدينامو عبارة عن ايه؟ ريكتانجل، يبقى واير وواير وواير وواير. اوكي، هنبدأ خطوة خطوة نمشي مع بعضينا كمنهج مع بعضينا. طبعا هنا يا شباب ده اللي احنا درسناه، هتيجي نتكلم في شابتر 3 على فاراداي لو، تمام؟ واتكلمنا اي ام اف افريج بيساوي نيجاتيف ان تلتا فاي ام اوفر تلتا تي. طبعا كنا لازم نقول ان في تشينج في الفاي ام، واتكلمنا على السلايد الجميله دي، وخدنا المسائل الجرافات في الاول، تمام؟ احاول افكرك على طول اول باول. وبعد كده درسنا الفيجر مع جراف بحيث ان انت يبقى في ثينكينج، يبقى عمليات التفكير العليا، يبقى بيجيب لي مساله فيها حاجتين، انا بحاول افهمك او توصل لشكل الاسئله. شكل الاسئله بيبقى فيه فيجر بالشكل ده، فبنطبق قاعده لينز وهكذا. هنا بنطبق قاعده فيلمينج رايت هاند رول اللي هي مرتبطه بالستريت واير اللي هنتكلم عليها دلوقتي. السلايد اللي احنا خدناها قبل كده، خدنا الاسئله دي بالكامل، تمام؟ خدنا طبعا اي ام اف بالسيلف انتكشن والميوتوال انتكشن في الفيديو اللي فات. يبقى الفيديو الاولاني كان على اي ام اف بتاعت فاراداي، اتكلمنا على اي ام اف بتاعت هنري اللي هو سيلف انتكشن، ودرسنا كمان الميوتوال ايه انتكشن. ده كله احنا درسناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، وبرضه ميجرنج يونت والاي تي كارنت، كيف اتغلب على الاي تي كارنت، وخدنا الميوتوال ايه انتكشن، وخدنا المسائل دي بالتفصيل. برضه بدأنا بالجرافات، بعد كده بدأنا نتكلم على الشغل بتاعنا. ده كانت مسألة على سيلف انتكشن، درسنا الميوتوال انتكشن في الفيديو اللي فات، وعرفنا اي ام اف الفورورد والباكورد، حالات زيادة الفلوكس انكريز ان فلوكس، وحالات ديكريز ان فلوكس. كل ده اتشرح، المسائل هنا شرحناها بالتفصيل. هنوصل بقى، وصلنا لمحطة مهمة اللي هي induced current in straight conductor. EMF induced in a conductor moving in a magnetic flux. أنا عندي هنا flux into the page، وعندي هنا conductor، تمام؟ والconductor ده متحمل على نقول إيه، زي قضبان سكة حديد. فهنا ها الconductor ده هيمشي كده أهو. ده الفيكتور بتاع الفيلوسيتي. تمام؟ كأني عندي سبوره اللي هي كان زمان نكتب عليها اللي هي في الفلوكس، تمام؟ وتيجي تمسح الكلمه للطفل الصغير تروح تشدها كده، فانا هبدا اشد الواير ده، هبدا اشده كده اهو. انا وبشد كده اهو الفلوكس كونستانت. يعني ايه فلوكس كونستانت؟ اكسات معناها، لازم تبقى فاهم ان معناها نورث بالشكل ده.
فاهم؟ وانا بشد كده هاي يبقى انا بعمل انكريز للاريا. اوكي طيب. طبعا اي ام اف انتيوست هي نيجاتيف ان تلتا فاي ام اوفر تلتا تي. طيب مستر تاه في الكويل، ده في الكويل، صراحه ده في الكويل، بس هو الكويل عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر اوف تيرنس وشديتها، صح؟ انا عندي مثلا كده اهو، واروح اشد دي، لما اشدها تتقلب بستريت ايه؟ بستريت واير، تمام. فبالتالي هنا يا مستر ال ان هنا هعتبرها ب 1، يبقى احنا خلينا في الريت اوف تشينج في الفاي ام. طيب التشينج في الفاي ام مين بيتغير؟ هل الفلوكس ولا الاريا؟ طبعا البي مش هتتغير، ولكن الاريا هي اللي بتتغير. اوكي، عشان كده البي هتطلع بره علامه التغير، جبت البي من بره، يبقى فاضل لي تشينج في الاريا اوفر تشينج في التايم. طبعا هنا الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن ال ال دي مضروبه في المسافه اللي هتمشيها، تمام. يبقى انا عندي هنا ال في تلتا اكس اوفر تلتا تي. مين تلتا اكس دي؟ المسافه، ديستانس اوفر تايم، يدينا ايه؟ فيلوسيتي. بالتالي اللي هيقعد بي ال بي بي ال، ودي عباره عن في. يبقى electric motive force induced in straight conductor equal BLV. V اللي هي تتقاس بالتسلا، وال L يتقاس بالمتر، وال velocity متر بير سكند. ركز في دي كويس. يبقى انا هنا في فاكتورز بتعتمد عليها EMF. الفاكتورز بتعتمد عليها EMF ان ستريت واير هي الماجنتيك فلوكس تنستي اللي هي جايه من الماجنت، تعتمد على اللينس بتاع الكونتاكتور اللي بيتحرك موف ان يونيفورم ماجنتيك فلوكس، تعتمد على السرعه على السبيد، وده اللي احنا بنتكلم عليه، ده اللي احنا خدناه من 5 كيلو. اوكي اوكي طيب. بعد كده شباب لازم تبقى فاهم الثيتا. انا هنا ها في الشكل ده كان الواير موضوع بيربنتيكولر، الحركه الموشن بتاعت الواير بيربنتيكولر على الفلوكس، يعني الفلوكس داخل جوه والموشن ماشيه كده، ماشيه كده، يبقى في ايه؟ نورمال، صح؟ يبقى هنا ها هنخلي هنا قانون هتدخل فيه كلمه ساين ثيتا. الكلام ده هو ان ذا موشن اوف ذا واير ميك انجل ثيتا ويز فلوكس، يعني انا مثلا عندي الفلوكس الدايركشن اهو، وده هو الواير، لا ده الموشن، الدايركشن بتاع الموشن اوف واير ميك انجل ثيتا ويز فلوكس، تمام. يبقى هنا يا مستر احنا بناخد بين حركه الواير والفلوكس على طول. اوكي يا مستر، الشكل ده عامل لي هنا الفلوكس لتحت، تمام، وهنا ها قال لي هنا ها نورمال، صح؟ يبقى بين الـ بين الـ الفلوكس وبين الموشن انجل 90، يبقى ده اي ام اف ماكسيمم. اي ام اف تبقى ايه؟ ماكسيمم بي ال في. طب بي ال في ساين ايه؟ ساين 90. لو عملتها بالاله ساين 90 هنا اهو، لو كملت وكتبت ساين 90 يطلع لك ب 1، يبقى ماكسيمم. طب الكتريك موتيف فورس اللي هو حرف الاي ده بيساوي نيجاتيف بي ال في ساين ثيتا، اكيد الثيتا بين مين ومين؟ بين الموشن، بين الموشن بتاع الواير او السبيد فيكتور. السبيد ايه فيكتور؟ طب يعني الفيلوسيتي فيكتور، ومين؟ والماجنتيك فلوكس اهي. اوكي يا مستر، طب لو حضرتك عامل بين الدايركشن بتاع الفيلوسيتي وبين النورمال على الفلوكس، يبقى الانجل تي كوزاين، يبقى الانجل تي ايه؟ كوزاين. سيبك منها الكوزاين، وافتكر اللي انت بتشتغل الدايركشن بين الموشن بتاع الواير، الواير ومين؟ والفلوكس، يعني معايا. يبقى انت اي حاجه فيها واير خدها ساين ثيتا، والثيتا بين مين ومين؟ بين الواير والفلوكس. لما درسنا قبل كده اف يساوي بي اي ال، F يساوي B I L ساين ثيتا كان آتي الفلوكس وكان آتي الموشن، لا آتي أقصى الواير، الواير الموضوع في الفلوكس اللي بيتحرك في الفلوكس، فبيتأثر بمين؟ لا مش بيتحرك هنا، واير جواه الكترونات،
جوايا الكتروز، فلما يوضع يتحط فيه فلوكس تمام، والانجل تبقى بين الواير والفلوكس يبقى هنا بيل ساين ثيتا. طب لما نتكلم على اي ام اف انتيوست بتساوي بي ال في ساين ثيتا، هنا بقى الموشن بتاعت الواير هي اللي هتعمل ايه؟ هي اللي هتعمل اي ام اف. يبقى هنا حركه، لو انا عندي ماجنت بالشكل ده يو شيب تيو بشكل ايديا كده، وجبت الواير وبتحركه كده اهو او عملت له كده اهو، يبقى في انجل صح؟ هنا ها بتقطع في الفلوكس. طب هنا ها الماجنت هنا على شكل ايه؟ يو شيب تيو، فهنا نورث هنا ساوث، فالفلوكس ماشي كده. الواير بيقطع الفلوكس، الفلوكس يسكت؟ طبعا لا، الفلوكس هيأثر على الالكترونات اللي جوه الواير، فيعمل كونسنتريشن للالكترون في مكان وتبقى قليله في مكان، فيبدا بقى حركه للالكترونات. انا حصلت على حركه الكترونات، نعم، يعني انت حصلت على الكتريك كارنت. ياه، انا حصلت على الكتريك كارنت من ايه؟ من تشينج في الفلوكس، من ماجنت. يبقى انا حصلت على اتي واير واتي فلوكس، تمام؟ بدات اعمل كده اهو، يبقى هنا ها ايه اللي يحصل؟ يبقى كده يتولى كارنت. ده قانون فرادية يا مستر. اي ام اف جاي بتاعت بي ال في ساين ثيتا دي اصل الاثبات بتاعها قانون فرادي زي ما ثبتناه حل. طيب نكمل. عندي هنا فاكتورز افكت على الالكتريك موتيف فورس انتيوست ان ا كونتاكتور موفينج، بيتحرك الواير ان ا يونيفورم ماجنتيك فلوكس، يبقى بتعتمد على البي والال والفي وكمان ساين ثيتا. اوكي، بي بيساوي الكتريك موتيف فورس اوفر ال ال في ساين ثيتا. طيب خلي بال حضرتك معايا ان انا لو حبيت اقول البي تتقاس بالتسلا والالكتريك موتيف فورس تتقاس بايه؟ بالفولت، والال اللينس بيتقاس بالمتر والفيلوسيتي متر بير سكند، امال الساين ثيتا ملهاش يونت، خدناها في اولى ثانوي. تمام، بعد كده يا مستر الثانيه تطلع ايه؟ تطلع فوق. تمام يا مستر، الثانيه هتطلع ايه؟ فوق. يبقى انا عندي هنا ها فولت في ثانيه سكوير اوفر متر سكوير، صح؟ تمام يا مستر، انا عندي ثانيه تطلع فوق شيلها من هنا، وهنا متر شيلها وحط هنا سكوير، يبقى فولت في ثانيه سكوير اوفر متر سكوير يتينا تسلا. طب ما صح، انت لو افتكرت معايا تاني اي ام اف بتاعت فاراداي نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر تلتا تي، فاكر؟ فولت في ثانية ويبر، فولت في ثانية ويبر، يبقى شيل دي حط ويبر، ويبر على متر سكوير، يا سلام، مش هي التسلا زي ما درسناها قبل كده؟ أيوه. طيب بعد كده حبايب اي ام اف ستريت انتيوست ان ستريت واير دي كمية فيكتور ليها ماجنتيود اللي هي بي ال في وليها دايركشن، تمام؟ يبقى هنا هنستخدم قاعده فيلمينج رايت هاند رول، هتحدد بيها الدايركشن بتاع الانتيوست كارنت ان ستريت واير. طبعا هنا ها اف بي اي، اف بي اي، وعلى ايديا هنا هكتب نيجاتيف بوزيتيف. نجيب قلم، نجيب قلم، اين الاقلام؟ روح هات قلم وتعالى معايا برضه. لو ما جبتش القلم روح دور على القلم بسرعه. يبقى احنا هنا ها شباب جبت القلم، وعلى ايدي اليمين على الصوابع اللي هي عباره عن الميدل ده في كرنت وده انتيوست كرنت، هكتب هنا نيجاتيف وهنا ايه؟ بوزيتيف. اوكي، هنا هكتب نورث ساوث، هنا هكتب موشن. اوكي اوكي، يبقى هنا نيجاتيف بوزيتيف، يبقى هنا الميدل هكتب نيجاتيف بوزيتيف، يبقى هنا الدايركشن بتاع الكرنت هنا ها اكشوال. تمام، بعد كده يا مستر نشوف الباقي. نتكلم اي ام اف بنجمع الكلام تاني في ستريت واير، اي ام اف اللي بتتولد في ستريت واير بيساوي نيجاتيف بلف ساين ثيتا، تترمين دايركشن يوزنج فيلمينج رايت هاند رول. ما تنساش ان 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 انت بتحتاج ان انت بتشد، ممكن لو انت عايز تشد مثلا الواير بس بسرعه منتظمه، سرعه ايه؟ منتظمه، يونيفورم. يونيفورم ايه يا شباب؟ يونيفورم، انت لو هتشد هنا بيونيفورم
يبقى لازم النت فورس تبقى بزيرو. يبقى القوة اللي بتحركك تمام، القوة اللي بتحركها بتكنسلها مين؟ ام اف بيساوي اللي هي نشأ عن مرور، او بتساوي القوة اللي هي ايه تتولد. ليه؟ انت هنا حضرتك لازم تمشي بسرعة ثابتة، لازم تمشي بسرعة ايه ثابتة. لو هتمشي بيونيفورم سبيد، دي اسم قانون نيوتن الاول في حالة اكيوليبيوم، اللي يفهم الكلام ده بتوع علم الرياضة ماس 2. طيب انت عايز تقول لي يا مستر ان هنا اول ما يتولد كارنت مثلا، انا لو بتكلم على الدايركشن ده، لو بتكلم على الدايركشن اللي همشي بيه، هطبق هنا ها، انا عايز انتيوست كارنت، هطبق قاعده اليد ايه اليمنى، ايديا زي ما قلت كده اهو فلوكس لجوه، يبقى هنا هنا هو هنبص نلاقي هنا اهو كده اهو اللي هو السبابه دي جوه، صح؟ تمام يا مستر. والحركه كده نحو اليسار تو ليفت، يبقى صبع الابهام هيبقى ماشي كده، يبقى فلوكس لجوه تمام، وحركه تو ليفت. يس يس. طيب بعدين الكرنت هيبقى من النيجاتيف للبوزيتيف، حلو خالص. يبقى انت حضرتك هتكتب هنا، هنا في نيجاتيف وهنا في ايه بوزيتيف. تاني هطبق، حاول انت تبص معايا اهو، فلوكس لجوه موشن تو ليفت، انت كنتيوز كرنت نيجاتيف بوزيتيف طالع لفوق، حلو خالص. طب وبعدين؟ بعد كده شباب هنلاحظ حاجه مهمه، هنا نيجاتيف وهنا ايه بوزيتيف، يبقى ات الكرنت ماشي كده. طب التال انتيوست كارنت، ايوه. طب الانتيوست كارنت مش في كارنت يعني حصلنا عليه؟ ايوه، طالما في كارنت في ماجنتيك افكت اوف الكتريك كارنت، وبالتالي هنا ها في كارنت بيتولد، يبقى حواليه الفلوكس بتاعه. طب حواليه الفلوكس بتاعه مش اتخانق مع الفلوكس الاكسترنال اللي من بره؟ ايوه. وكده الواير يتاثر بقوه بتساوي اف يساوي بل، اف يساوي ايه بل، يبقى احنا هنا اف يساوي بي اي ال برضه. هنا الكرنت اللي جاي هنا مش جاي من بطاريه، امال جاي من مين؟ ان حصل انتكشن، يبقى يعمل الواير الجميل ده طالما بيتحرك يعمل كانه باتري، كانه ايه باتري، هنا نيجاتيف وهنا ايه بوزيتيف بالشكل ده، النيجاتيف اهو والبوزيتيف اهو. وبالتالي لاحظ معايا اللي هقوله، هنا هو هنا نيجاتيف وهنا ايه بوزيتيف، وبالتالي الكرنت بيمشي كده اهو من بره البطاريه، صح؟ ايوه من بره كده اهو، يبقى يمشي كده اهو من بره. طب مين اعلى فولتج؟ اكيد البوزيتيف، يعني لو هنا عطالي A وهنا عطالي B، مين اعلى فولتج؟ B اكبر من A. ايش معنى يا مستر؟ اصلك انت هنا ها الواير كانه باتري، يبقى الكرنت بيعدي في الباتري من جوه الباتري من النيجاتيف ليه للبوزيتيف، بره الباتري من البوزيتيف ليه للنيجاتيف، يبقى هنا ها اكيد الاكبر فولتج هو النقطه البوزيتيف مش النيجاتيف. تمام. طب يا مستر وكيل هنا ها اف يساوي بل، طب اي ام اف اللي هي عباره عن فولتات بتساوي ايه يا مستر؟ بي ال في. تمام يا مستر وكيل، لاحظ الاتي، انت عندك هنا بي في ال وعندك هنا بي في ال، حلو خالص. هات البي ال اسحبها من هنا واسحب لي البي ال من هنا. طيب بي ال لما اسحبها من هنا يبقى البي ال بيساوي الفورس اوفر ال ال. طب بي ال اسحبها من هنا هتبقى الفولتج الانتكشن الفولتات اوفر الفيلوسيتي، يبقى فوق فولت وتحت فيلوسيتي متر بير سكند، حلو خالص. يبقى تال بي ال، صح احنا سحبناه. طب مش ليفت يساوي ليفت، بي ال بيساوي بي ال، يبقى رايت يساوي ايه رايت. من هنا هو هنبدا نقول الاتي، انت عندك اف اوفر ال بيساوي مين يا مستر؟ الفولتات اوفر الفيلوسيتي. تمام، الفولتات دي ممكن اكنسلها واكتب مكانها اي ار، الامبيرات في الاومات، حلو خالص. تمام يا مستر وجي. طب انا دلوقتي هنا هو يبقى اي ار اوفر الفيلوسيتي وهنا اف. تمام مستر وجي، ايه رايك لو كتبت اف لوحدها؟ يبقى انت عندك هنا ها مستر مين؟ الفولتات اوفر الفيلوسيتي، هنا اف اوفر ال. تمام، الاف دي هتساوي ايه؟
I في R في L over velocity. تمام يا مستر واجد؟ وبعدين اوكي مستر واجد، انت سحبت البي ال سويتها تمام. طيب مستر واجد اقول لك على حاجه تاني، ما راي حضرتك بدل ما اجي اشيل الفولتات بالشكل ده، لا انا الفولت هكتبه باور على مين يا مستر؟ باور على كارنت مش فليكن. يبقى انت عندك هنا F over L بيساوي الباور over الكارنت في الفلوستي. تمام مستر. وبعدين انا كل ده عايز اوصل ان F يساوي I سكوير R على V يا مستر. هنا فيلوستي يا مستر راجي. طب احنا عندنا هنا هو مستر اي الباور اي سكوير ار تمام، وادي الاي طب فين مكانها؟ اتشالت الاي. مستر راجي صباح الفل، انت هنا بتقول بي ال، يبقى هنا اف اللي بتطلعها اف اوفر اي. انا اسف، شكرا ان احنا دخلنا في الحته دي. نقولها تاني نشوف ايه الغلطه هنا. ها البي ان اف اوفر اي، اللي بيكتب ورقه وقلم كان هيكتشفها. اف اوفر اي تمام، اف اوفر اي حلو خالص كده. احنا وصلنا، هتلاقي ان الاي بتطير مع الاي تمام. يبقى الاف لوحدها بتساوي ايه؟ الاف بيساوي الباور بيساوي اي سكوير ار، وهنا في يعني فيلوسيتي اوفر في، ده قانون برضو. يبقى دي القوة اللي أنا بستخدمها إن أتحرك بيها الواير بيونيفورم سبيد أو يونيفورم فيلوسيتي. تمام يا مستر. طب يا مستر أنت كنت ممكن تثبت القانون ده بطريقة تاني. أقول لك يلا بينا نثبتها. هثبتها بطريقة تاني، إن القوة إن الفورس بيساوي I سكوير R أوفر فيلوسيتي. أثبتها كيف؟ أقول لك أنا. انت حضرتك عارف ان الباور هو انرجي اوفر تايم. ايوه. طب الانرجي دي يعني ورك؟ اه. طب مش الانرجي يعني ورك؟ تمام، هستبدلها واكتب قوه في ديسبيسمنت. طب قوه في ديسبيسمنت اوفر تايم، يلا هتشيل مين مع مين؟ يلا ديسبيسمنت اوفر تايم تبقى فيلوسيتي. يبقى الباور هنا ها بيساوي القوه في الفيلوسيتي. يلا انا عايز الاف بس، يبقى الاف يساوي هقسم هنا على الفلوستي وهقسم هنا على الفلوستي، تطير الفلوستي مع الفلوستي. يبقى الاف اهي بيساوي الباور اوفر الفلوستي، ادي الفلوستي والباور هو اي سكوير ار. اتمنى حضرتك تكون فهمت اللي انا عايز اثبته يا مستر. هو قوانيني لازم ابقى استنتجها اقول لك في نظامي الجديد؟ لا، بس ممكن تبقى حافظ القوانين وخلاص. انت عارف ان اف يساوي بل، ولازم تبقى عارف ان الاف بتساوي الباور على السرعه على السبيد. تمام، الباور بيساوي قوه في سبيد. تمام، وتحل بيها المساله على طول. طيب احنا ثبتناها وعرفناها جاتت منين وعرفنا القصه تمشي كيف. طيب هاتي القانونين دول، ممكن تاخد سكرين ليهم وحضرتك تكتب القوانين وتحفظها وتحل بيها على طول. يبقى احنا المراجعه لاي ام اف في ستريت واير، اللي انت عندك قانون اي ام اف بيساوي نيجاتيف بي ال في ساين ثيتا، وكمان بنستخدم فيلمينج رايت هاند رول ايديا دي بالشكل ده عشان احدد الانتيوست ايه كارنت. طب احنا كده خدنا ايه؟ خدنا قاعدة فيلمينج رايت هاند رول، وقبل كده واخدين فيلمينج ليفت. اوكي، واخدين فيلمينج ليفت هاند رول. فاكر فيلمينج ليفت؟ هنا اف يساوي بل، فاكر؟ وهنا ادي القوة وادي نورث ساوث. ايه ده؟ طب ما هي بس هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف. هنا بستخدم بطارية تمام، فهنا احنا بنعين بفيلمينج ليفت الفورس اللي بتأثر على واير. ان فيلمينج رايت بستخدمها عشان اعمل تيترماين ذا دايركشن اوف انتيوست كارنت ان ستريت واير.
تمام؟ يبقى هنا اليمنى، اليمنى ليه؟ للبركة، عشان هيتولد كارنت. انت لما اتولدت مش كنت بركة البيت؟ حضرتك لما اتولدتي كنت بركة البيت ولا لا؟ اسألي نفسك، اكيد بركة البيت. يبقى حضرتك هنا اليمنى للبركة واليسرى للحركة. تاني، اليمنى للبركة، انت يست كارنت، تولد كارنت، مبروك. اما الليفت هاند رول تبقى للحركة، للموشن. اوكي، كده احنا عملنا كومباريزون بين فيلمينج رايت وفيلمينج ليفت. هنا ها ليفت يبقى اف يساوي بل، رايت يبقى اي ان اف، الكتريك موتيف فورس ستريت انتيوس ان ستريت واير يساوي بي ال في. اوكي اوكي، هنبدا بقى مساله رقم 28، مساله 28 بتقول ايه؟ بنجيب الجرافات في الاول عشان مخك يشتغل. طيب، which of the following graph represents the relation between the induced electric motive force between the terminal of the wire that has changeable length and the length of wire when it moves each time with the same uniform velocity perpendicular to uniform magnetic field. هنا راسم ريليشن بين EMF وبين اللينس. اوكي، EMF تعتمد على اللينس ولا لا؟ طبعا تعتمد على اللينس. طبعا اللينس اللي بيبقى بيتاثر بماجنتيك فلوكس. اوكي، السؤال اللي بعده الكتريك موتيف فورس واللينس، جبنا بقى ارقام وهنا راح حاطط لي ايه؟ قال لي نقراها بالترتيب. اوب ذا جراف ريبريزنت ذا ريليشن بتوين انتيوست EMF ان ستريت واير، تمام، that move in uniform with a uniform velocity perpendicular to the magnetic flux tensity 0.1 tesla 0.1 tesla and the length of that wire so the magnitude of its velocity is. طبعا هنا كاجابه شباب هنلاحظ ان هي تطلع 1 متر بير سكند. ايش معنى؟ يلا بينا نفهم مع بعضين. هو عايز السبيد، يبقى انا اكتب القانون EMF ايكوال نيجاتيف بي ال في. يا مستر مش لازم النيجاتيف، مش مشكله، كتبتها وخلاص. طب يا مستر خد زي ما قلنا قبل كده، خد الاوردر بير. هنا EMF 0.3، هنا اللينث 3، يبقى هنا 0.3 وهنا ال L ب 3. احنا مطلوب من الفيلوسيتي، عندي الماجنتيك فلوكس تينستي اللي هي البي بكام؟ ب 0.1. اوكي، يبقى انا الفيلوسيتي ايكوال 0.3 اوفر 0.1 تايمز 3. تطلع بكام يا شباب بالكالكوليتر؟ ب 1 متر بير سكند. يبقى الاجابه قولا واحدا زي ما قلنا. ايه بعد كده السؤال اللي بعده نمبر 30، معاك ورقه وقلم واكتب معايا، حاول تحل على طول. احنا عندنا الواير هنا هاي مستر، يعمل كانه باتري. طيب اوكي، هنا بيقول when the wire x y move in shown direction، يبقى هو هات الواير وهيتحرك كذا، هات الفيلوسيتي بيتحرك تو ليفت. The potential of point A، فين point A؟ هنا point A. Become the potential of point B. حلو خالص، انا هنا هات الواير والفلوكس انتو ذا بيج، يبقى الصبع ده فلوكس انتو ذا بيج، الموشن اهي، يبقى عملت ايديا كده، يبقى بالراحه كده انا بعمل هنا هاتي الفلوكس والموشن كده، يبقى الكرنت طالع لفوق اللي هو الثلاث صوابع دول، وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. عملتها على ايديك ولا لسه؟ اكتبهم هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف وطبق. حلو خالص، وبعدين يا مستر، وبعدين حضرتك هنكتب نيجاتيف بوزيتيف، هنا نيجاتيف وهنا ايه؟ بوزيتيف. انا شايفها في ايديا نيجاتيف بوزيتيف اهي، يعني بمجرد ما تعمل ايدك اهو كده اهو كده اهو، تمام، نيجاتيف بوزيتيف، يبقى الكرنت هيبقى طالع من البوزيتيف ماشي كده اهو، صح؟ ان تي تعتبر باتري، نيجاتيف بوزيتيف كده اهو، والكرنت يقعد من النيجاتيف للبوزيتيف في الباتري، يبقى الكرنت ماشي كده اهو. حلو، مش دي الايه مرتبطه بالبوزيتيف، يبقى الفولتج بتاعها عالي عن البي. ليه؟ ان انت الكرنت هيبدا يعدي، فولتج عالي يحصل دروب فولتج في الريسيستنس، يوصل للبي الفولتج يقل شويه،
يبقى هنا ها potential point A become greater than potential of point B. اوكي هنا المثل بعد ما طبقنا فيلمينج رايت هاند رول بفتكر الاهم كونسبت في الالكتريستي اللي هو دروب فولتج يبقى من العالي للواطي من العالي ليه للواطي عبر الريزيستنس انما لو بيتكلم على الكونتاكتور يبقى الكرنت بيعدي كده اهو من واي الى اكس انه يعمل الواير كانه ايه باتري. شكرا. سؤال بعد كده شباب راح عطالي هنا 3 اوم وهنا عطالي اللينس عمله هنا 50 سنتيمتر تمام وهنا التيل فيلوسيتي الدايركشن ده طبعا لسه احنا مطبقينها نفس التطبيقه اللي فاتت هات النيجاتيف واتي ايه بوزيتيف عشان لو احتاجتها وركز معايا في اللي انا عايزه دلوقتي هنا اوبوزيت فيكر ريبريزنت ذا اميثاليك رود of negligible resistance that slide with a uniform velocity 200 centimeter per second. ركز هنا مش عطيك velocity بمتر per second هنا عطالك centimeter per second والإجابات هتلاقيها هنا SI unit يبقى لازم أحول centimeter per second يبقى هنا ال 200 centimeter دول عبارة عن 2 meter وأقول per second هي مش أكتر من كده يبقى هنا الرد اللي قدامي ده الستريت واير موف بسبيد سبيد كام 2 متر بير سكند بيربنتيكولار ماجنتيك فلوكس عطيلي البي 0.15 تسلا اون تو بير ثيك واير اوف نيجليجيبل ريزيستنس ذن ذا كرنت انتنسيتي الكرنت اللي هيعدي في الرد كده اهو الانتيوست كرنت اي انتيوست يا مستر اي اي انتيوست The current intensity passing through a metallic rod equal what? عايز current. طيب هو عطيلي resistance. عطيلي resistance هنا هو. resistance بتاعت الرود negligible بس عطيلي resistance تاني بتاعت الأسلاك اللي من بره 3. يعمل الواير كأنه باتري. يبقى هجيب الـ EMF في الأول بتساوي ايه؟ BLV. وبعد ما اجيب AMF اروح اقسم على الR اقسم على الR تديني الI induced شكرا الI induced اللي هو طالبها طب مستر وجي دلوقتي هو هنا هو عطيلي ايه عطيلي AMF ولا لا ده سؤال عطيلي الB والL وعطيلي الفيلوسيتي اقدر اجيبها طب هنا سنتيمتر تنفع سنتيمتر ولا نحول سنتيمتر تايم 10 باور نيجاتيف 2 عشان نحولها للمتر 50 سنتيمتر يعني نص متر اوكي اوكي هنبدا نعوض عن البي البي كانت ب 0.15 والال هي عباره عن 0.5 متر اللي هو اللينس تمام والفيلوستي اللي هي 2 متر بير سكند تايم 2 متر بير سكند اوفر الريزيستنس اللي هي 3 بالكالكوليتر يا شباب بصينا لقينا الانتيوست كرنت 0.05 امبير يبقى هنا الكرنت يطلع ب 0.05 امبير اعملها بالكالكوليتر لو سمحت اوكي شكرا لحقيقة كده انا جبت الانتيوست كرنت اللي معدي في الرود في السيركت دي تمام يا مستر طيب في حاجه تانية طالبها قال لي and the required force two slides a metallic rod by the given velocity طبعا هنا هاي الفلوسيتي هتمشي باليونيفورم فاحنا قلناها من شويه لا اما اقول اف يساوي بل بي اي ال لا اما اقول اف بيساوي الباور على الفلوسيتي يبقى هي ليها حلين ليها ايه حلين نعمل ايه يا شباب نكتب F يساوي بل وتعوض لأما تكتب F يساوي الباور على الفلوستي طب الباور بيساوي I سكوير R I سكوير R طبعا ال I هنا هات ال induced طبعا 0.05 سكوير times resistance اللي هي 3
over the speed اللي هي قلنا 2 meter per second over 2. بالكالكوليتر هنلاقيها شباب بالرقم ده 3.75 times 10 power negative 3. اعملها بالكالكوليتر لو سمحت تطلع 3.75 times 10 power negative 3 واكتب نيوتن. دي حل. طب لو عوضت باللي فوق ماشي 0.15 والاي بكام 0.05 اللي احنا جبناها من شويه. واللينث نص متر. نص ايه متر؟ هاف متر. يلا اشتغل تطلع بالنيوتن يا فندم. اوكي هتطلع نفس القيمه. اوكي خدها سكرين لو سمحت. يس يس. طيب بعد كده يا حبايب نشوف السؤال اللي بعده 32. انا عايزك تقرا السؤال، اقرا وفكر فيه. طبعا سؤال ظريف وجميل خالص. السؤال بيقول which of the following figure represent correctly ايوه the generation of an induced current. يس انا عندي هنا يا شباب الشكل اللي هيعمل induced current. تعمل لي موضوع واير وفلوكس وراح جايب لي كويل وفلوكس. تمام الكويل ده بيمشي جوه فلوكس يونيفورم، هل في تشينج؟ ده سؤال. الصراحه مفيش تشينج في الفلوكس، بس اعتبرنا ان الفلوكس هنا هيبدا يتغير، يعني هيبدا يطلع بره. طب لو هيطلع بره الكويل ده بستخدم قاعده فيلمينج في بستخدم قاعده لينز وقاعده الكلوكوايز او امبير رايت. تمام طب هنا ها مستر لو ده طلع بره يبقى الاكسات تكريز، يبقى هو هيكون اكس اكسات صح؟ يبقى هو هيكون ايه؟ اكس. يعني هو لو طلع بره هيبقى ايه؟ التكريس في الفلوكس فيكون اكسات صح؟ تمام يا مستر اكسات. طب يبقى كده وكده يبقى الاجابه دي صحيحه، بس انا هقول لك دي غلط. اشمعنى؟ هو ما قالكش ان الفلوكس هيطلع بره الفلوكس. نعم يا مستر؟ ايوه هو قالك ان الفلوكس هيطلع هيحصل تكريس ليه؟ قالك ان الفلوكس ده ما هو فلوكس معنى ان هو اكسات، معناه ان حضرتك نورث هنا صح؟ هل قالك ان هو هيبعت الفلوكس او يحصل تكريس للفلوكس؟ ما قالش. يبقى الاجابه دي غلط. حتى لو كانت تطبق بس انت متخيل ان هي هتطلع، لا هو رسم لك كويل وهيتحرك كده اهو في فلوكس منتظم، مين قال لك اللي هو طلع؟ ما في رسمه بيانتش اللي هو طلع، شكرا. يبقى فاضل لي موضوع الواير ومين؟ والفلوس. طبعا احنا حضرتك هتطبق كيف؟ طب يا مستر ده هنا الفلوكس ماشي كده صح؟ والانتيوست كارنت قايل لي ماشي كده لفوق صح؟ انتيوست كارنت، يبقى الواير طلع لبره. يا مستر وجيت الفلوكس مع السبيد نفس الدايركشن، يعني كده ها الانجل ثيتا بكام؟ الانجل ثيتا كده ها بزيرو. طب وساين زيرو بكام؟ بزيرو. يبقى هنا مفيش انتيوست كارنت، يبقى دي لا. طب يا مستر وجيه هنا قالت الفلوكس داون وورد والفلوسيتي اب وورد، يبقى الثيتا بكام؟ 180 يا فندم، يعني زي الزيرو. طب ساين 180 بكام؟ بزيرو يا مستر، مفيش انتيوست كارنت، يبقى الاجابه دي من غير ما اطبقها. طب عايزين نطبق يا مستر، نطبق ما نطبقش ليه؟ احنا عندنا هنا اهو الفلوكس لجوه صح؟ تمام فلوكس الجو والموشن لتحت. تمام يبقى الكرنت هيمشي كده اهو زي ايديا اللي انت مش شايف انت الصوابع التلاته صح؟ طب عايز اطبقها وتشوف حضرتك فلوكس كده اهو وايدي هتلف كده اهو لتحت يا مستر مش عارف. طيب اقول لحضرتك حاجه، لو انت مش قادر تحرك ايديك
لاما انت تلف بالشكل ده. طب في الامتحان مش عارف الف، يعني انا بطبقها في لوكس لجوه تمام. لو عملت موشن لفوق يبقى الواير يبقى الكرنت كده صح. طب الكرنت هو ماشي ماشي كده تو ليفت، انت بتقول الكرنت كده اهو، بقى انا عامل الموشن لفوق. طالما عامل الموشن لفوق اعكس الموشن هنا اصلا لتحت، فانت مش قادر تعمل حاجه. يبقى حضرتك انت بتشتغل على حاجه واحده في لوكس لجوه، الكرنت المفروض يجي كده، المفروض يجي كده، انا عامله كده، يبقى الفورس اللي فوق يبقى الموشن اللي تحت. فاهم اللي بقوله؟ اتمنى حضرتك تكون فاهم. اللي انت حضرتك بتثبت حاجه والتانيه معكوسه، يعني الموشن اللي تحت انا عامل الموشن اللي فوق، يبقى اكيد الكرنت اللي انت بتقول هيطلع من كده اهو لا اعكس، يبقى تو ليفت مش اكتر من كده تمام. طب انت في الامتحان انت بقى معاك حاجه احلى. كيف يا مستر معايا حاجه احلى؟ اقول لك احنا هنا لو حضرتك انت ممكن تلف الورقه او تلف التابلت. طب يا مستر تعال خدها كابشر، ناخدها كابشر واقول لك تحيه تمام، وانا بقول لك هنلف. هنلف انت بتلف التابلت او تلف الورقه سهله. طيب طن ونرميها فين؟ على السبوره اللي قدامنا. طب هتعمل ايه يا مستر راجل؟ حتى الف دي زي ما هتلف التابلت حضرتك. يا سلام، ده انا الفلوكس الجو والموشن كده اهو صح، يبقى الكرنت كده اهو صح ولا انا غلطان؟ اتمنى حضرتك تكون فاهم. اوكي شكرا يا فندم. نرجع لكلامنا زي ما كنا من شويه. نشوف بعد كده يبقى الاجابه قولا واحدا كانت سي. انا قعدت اتالمل معاك واخليك تشتغل وتفهم ايه الاخطاء اللي انت ممكن تغلط فيها تمام. السؤال اللي بعده بيقول اوبجكت فيجر شون ا ميتاليك واير اي بي اوف لينث 0.15 متر ذات از بليست بيربنتيكولار تو ماجنتيك فلوكس اوف تينستي 0.4 تسلا. كلمه بيربنتيكولار يعني ايه؟ مف اللي هتتولد اللي هيحصل انفيوزد في الستريت واير ماكسيمم يعني بي ال في بس مفيش ساين ثيتا تمام. How when the wire is moved in magnetic flux with uniform velocity v in a certain direction في اتجاه معين. ده هيطلب منك الدايركشن شكرا. طب وبعدين بيقول an induced emf 0.03 volt is generated between its terminal which lead to the flow of electric current from terminal A to terminal B across the wire. Then the speed of the wire is and the direction of the wire velocity is. Yes. دلوقتي احنا محتاجين بملء الفم نقدر نقول عايز السبيد الماجنتيود وعايز كمان الدايركشن. ياه ده الفيلوسيتي فيكتور كوانتيتي في اولى ثانوي. حضرتك لازم تحدد الماجنتيود والدايركشن. سؤال وجيه بس مش وجيه المصري، هو سؤال وجيه. اوكي هنا كاجابه شباب لقيناها نمبر سي. طبعا احنا كشغل طبعا تعويض مباشر اي ام اف ايكوال بي ال في طالما ماكس. اوكي مستر وجي انت عايز الفلوستي، خلاص الفلوستي ايكوال قيمه الاي ام اف اوفر البي والال. يس اي ام اف هنا بكام؟ بالفولتات يا مستر 0.03 والماجنتيك فلوكس ب 0.4 تسلا واللينس بكام يا مستر؟ قايل لي اللينس 0.15. يا سلام طبعا تحسب بالكالكوليتر، احسب حضرتك هتلاقيها بهاف تطلع بكام؟ هاف متر بير سكند. اوكي مستر. طب دلوقتي هنا ها مستر انا جبت الماجنتيود، طب ما سي تنفع وكانت دي تنفع بس دي طلعت غلط. هنا الدايركشن بتاع الفيلوستي تو ليفت مش معنى هواي. هقول لحضرتك اكيد هو عطيك حاجه مهمه
تعال نقرا تاني. قال لك هيكون 0.3 فولت اتس تيرمينال بين طرفي الواير which will lead to flow an electric current from terminal A to terminal B. طلع جاي من A نازل لمين؟ لB. يبقى تال نيجاتيف ايوه وتال بوزيتيف. الواير يعمل كباتري، باتري نيجاتيف بوزيتيف، كرنت هيعدي جوه البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف. اوكي اوكي مستر. ويكمل كده اهو من بره البطاريه او من بره البطاري من بره البطاري او من بره الانتكتور اللي بيلف يطلع كده اهو. اوكي طب احنا مش محتاجين غير حضرتك موضوع النيجاتيف والبوزيتيف بس، خلاص البطاريه سيبك منها دلوقتي وهطبق قاعده فيلمينج رايت هاند رول كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو الفلوكس اللي جوه صح. اوكي مستر. طب دلوقتي الكرنت نازل لتحت، يبقى بمنتهى البساطه هعمل ايديا كده كرنت نيجاتيف بوزيتيف يس. يبقى هنا الواير ده هيتحرك تو ليفت، مش الابهام الصم تو ليفت، يبقى دي الاجابه مش دي الاجابه اهو بمنتهى البساطه. انت على طول تعمل ايدك كده تمام او تعمل ايدك كده، لا انا هلفها كده اهو بالراحه. انما طالما انت هتبدا تلف ايدك وتحكس ايدك كده وكانها مكسوره وتمشي كده اهو، يبقى تعرف ان انت غلطان. يبقى لف الورقه بالراحه كده وركز، احنا بنستخدم فيلمينج رايت هاند رول، اوعى تكون بتستخدم فيلمينج ليفت وانت مش واخد بالك. طيب يبقى هنا يا شباب احنا كده سؤال 33 ده السؤال الوجيه بتاعنا، ده بيبين لك هل انت فاهم او مش فاهم الكونسبت. اوكي دلوقتي هنشتغل على الـ AC and TC دينامو تمام؟ بعد الفاصل، فاصل ونواصل هنتكلم على موضوع الدينامو. كونوا معانا ما تروحش حتى بعيد، كنتم مع مستر وجيه المصري سينيور تيتشر A at STEM سكول.